أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة أدوار لكل افتتاح. كل فيديو في هذه السلسلة هيكون فيه أحد الأدوار التطبيقية على افتتاح معين لكي تخدمك في استخدام الافتتاح أو الدفاع المفضل لديك، ألو كنت تريد الدراسة الجادة مع المتعة باستخدام محرك البحث جوجل وتكتب youtube/عصام حمودة، ثم تضغط على رمز القناة وستكون فورا داخلها. انزل لأسفل حتى تجد قسم الافتتاحيات وتختار أفكار افتتاحيات الشطرنج. ستجد فيديو أفكار افتتاحيات الشطرنج مقدمة تمهيدية. هذا الفيديو هام جدا لكي تتعرف على ما هي أفكار افتتاحيات الشطرنج بصفة عامة، وبعد أن تنتهي منه يمكنك المواصلة في رؤية الفيديو. والآن هيا نرى الفيديو. في الفيديو ده حنواصل الراي لوبز وحنرى الدفاع التقليدي، وحيقدمه لنا أحد أساطين الشطرنج الألماني أدولف أندرسون اللي كان بيعتبر أفضل لاعب في العالم بعد مورفي. والآن هيا إلى الدور كارل مايت بالأبيض أمام أدولف أندرسون بالأسود. برلين 1851. كارل مايت بيلعب بالأبيض وبدأ بE4، E5، Knight F3، Knight C6، Bishop B5. دي النقلة المميزة للراي لوبز أو الطابق الأسباني. وهنا الأسود له أكتر من نقلة شهيرة، أشهرها هي النقلة A6 وده بيسمى نظام مورفي، أو النقلة المستخدمة حاليا Knight F6 وهي دفاع برلين، أو لعب D6 وده بيسمى دفاع شتاينتز القديم. لكن أندرسون اختار Bishop C5 وبتسمى الدفاع التقليدي، والأبيض لعب C3 طالب يلعب D4 ويحتل الوسط، وأندرسون كمل Knight F6 طالب بيدا الE4. وعادة الأبيض بيكمل D3 بيحمي البيدا وبيفتح للفيل، لكن الأبيض اختار أحد النقلات النادرة Bishop takes C6. وبعد D takes C6 لاحظ أن أندرسون أخذ عكس القواعد ناحية الجانب وليس بميدا البي ناحية الوسط، وحنرى تأثير هذا الأخذ حالا. لأن بعد كسل أندرسون لعب النقلة القوية Bishop G4 وخروج الفيل سريعا، ده من نتائج الأخذ ناحية الجانب. نقلة في منتهى القوة عندما تستطيع ربط الحصان على الوزير في حالة وجود الملك مبيت، بيصبح هذا الربط مؤلم للغاية لأن الوزير لا يستطيع التحرك وإلا تأخذ الحصان ويتم تدمير هيكل بيادئ الملك المبيت، والأسود يستطيع الهجوم بسهولة. ولذلك الأبيض لعب سريعا H3 بيطرد الفيل، لكن أندرسون كمل بالنقلة المتألقة H5. أندرسون بيضحي بقطعة في سبيل فتح العمود H، وبالفعل بعد HG4 تم فتح العمود H، وكذلك الفيل بيصوب على الوتر المؤدي إلى الملك. وإذا الحصان تحرك بيهدد بالنقلة G3 والضغط على المربع الضعيف F2، وكذلك الوزير بيطوق سريعا للوصول للمربع المفتاح H4 بهجوم مميت على الملك الأبيض المبيت. وهنا أفضل دفاع للأبيض هو لعب D4 وإغلاق الوتر، وأفضل رد للأسود هو Knight takes E4 بيفتح الطريق للوزير للوصول للمربع H4 بعد أخذ الحصان. ورغم تأخر الأسود المادي إلا أن له هجوم قوي للغاية. على أي حال الأبيض ملعبش D4 إنما أنقذ الحصان بالنقلة السيئة Knight takes E4 طالب البيدة. وهنا وصلنا للموقف الحرج. الموقف ده أنا شخصيا استخدمته في التجمعات مع بعض اللاعبين الأقوياء أو حتى اللاعبين المبتدئين، وطلبت منهم أفضل نقلة للأسود، وربما معظمهم اختاروا نقلة معينة تبدو أنها لامعة
وتصل الى هدف سريعا، ولكنها للاسف نقلة سيئة، بل تؤدي بالابيض الى الفوز باللعب الصحيح، بينما النقلة الصحيحة ربما مختبئة وليست لامعة. على اي حال اترك لك الفرصة للتفكير في النقلة الفائزة للاسود. بالطبع معظم الاصدقاء اختاروا النقلة اللامعة G3، وهي بالفعل نقلة قوية تكثف الضغط على البيض الضعيف F2، وبتهدد بالفوز بجي تيكس F2 تشيك روك F2، وهنا الاسود بيلعب نايت تيكس E4 يكثف الضغط على الرخ المربوط، وبيهدد كذلك بكوين H4 وتشيك ميت في النقلة القادمة. واذا الابيض دافع بالنقلة الوحيدة D4، الاسود هيكسب ايضا بطريقة متألقة روك H1 تشيك كينج H1 نايت تيكس F2 بشوكة ملكية، وحيفوز بالوزير وحيفوز بالدور. بينما اذا حاول الابيض النقلة الدفاعية كوين G4 طالب الحصان ومنع الوزير من الوصول للمربع الحرج، الاسود حيفوز ايضا بجي تيكس F2 تشيك، والنقلة الوحيدة هي روك F2، وهنا هتجي النقلة المتألقة روك H1 تشيك كينج H1، والاسود حينهي الدور بنايت تيكس F2 تشيك بشوكة ملكية، وحيفوز بالوزير وحيفوز بالدور. اذا النقلة G3 نقلة فائزة، ولكن هناك ثقب في هذه التكوينة، لان بعد D4 نايت تيكس E4 الابيض ليس مجبرا على لعب النقلة السيئة كوين G4، ولكن لديه دفاع مبتكر وفي منتهى الخطورة F تيكس G3. الابيض بنفسه بيفتح الوتر امام الملك، وافضل نقلة للاسود هي النايت تيكس G3 طالب الرخ وطالب روك H1 تشيك، وهنا الابيض بيلعب بمنتهى البساطة روك E1 بيبعد الرخ عن الخطر، لكن الاهم بيضع الرخ مع الملك الاسود على نفس العمود وبينهما قطعة صديقة، والابيض بيفوز في كل التفريعات، لان مثلا لو الاسود كمل بروك H1 تشيك كينج F2 كوين H4 القطعة السوداء بتحاصر الملك وطالب يرفع الحصان بكش، ولكن هنا الابيض لديه دفاع بسيط وسهل بنايت F3 تشيك طالب الوزير وبيكشف كش للملك، لكن هنا الاسود لديه دفاع كافي بنايت E4 تشيك بيغطي الكش، وفي نفس الوقت بيعطي كش مزدوجة بالحصان والوزير، والملك الابيض ليس لديه اي مانع من الذهاب للمربع E2، وبكده الابيض فاز. الرخ مطلوب والوزير مطلوب، وحتى اذا كمل بكوين F2 تشيك والملك هيذهب في هدوء للمربع الامن D3، والاسود اصبح في مأزق شديد. الرخ مطلوب والحصان مربوط ومطلوب وكذلك الفيل، ولا يستطيع النجاة، والابيض بيفوز في كل التفريعات. اذا النقلة G3 رغم انها نقلة لامعة وتؤدي الى الفوز امام الدفاعات البسيطة للابيض، لكن هناك تفريع عبقري يؤدي الى خسارة الاسود. ودلوقتي عليك التفكير مرة اخرى، ما هي افضل نقلة للاسود؟ اندرسون لعب النقلة الرائعة نايت تيكس E4. النقلة دي قد تبدو اقل لمعانا، ولكنها مؤكدة. الحصان والفيل بيضغطوا اكتر على المربع الضعيف F2، وتهديد الاسود المباشر بروك H1 تشيك كينج H1 كوين H4 تشيك كينج G1 G3 طالب كوين H2 تشيك ميت، والدفاع الوحيد هو الروك E1، وهنا الاسود بيعطي تشيك ميت بطريقة مختلفة جي تيكس F2 تشيك كينج F1 نايت G3 تشيك ميت، والحصان والبيدق بيحصروا الملك. إذن التهديد واضح وخطير، ولن يصلح الدفاع بالD4 لعزل الفيل، لأن الأسود بيهدد بكوين H4 وتشيك ميت على المربع H1، ولا علاقة للفيل بإعطاء الكش مات، ولذلك الدفاع الوحيد للأبيض
هو كوين تيكس جي 4. الابيض بيتخلص من البيضة الخطر وبيمنع الوزير من الوصول للمربع اتش 4 وكذلك طالب الحصان. ولكن اندرسون له رأي تاني، بيشوب تيكس اف 2 تشيك، روك تيكس اف 2، روك اتش 1 تشيك، كينج اتش 1، نايت تيكس اف 2، بشوكة ملكية وبيفوز بالوزير وبيفوز بالدور. والآن ما رأيكم؟ هل كل ما يلمع ذهبا؟ وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.